15 ربيعاً لم تكملها بعد حتى طالتها رصاصة طائشة غادرة من ميدان الرمي الأمريكي قريباً من قرية البعلوان في قضاء أبو غريب. زينب عصام ماجد ضحية جديدة برصاص جيش الاحتلال الأمريكي بحسب ذويها. بنتي قريبة علي تقريب يعني مسافة مترين يعني والحادثة صارت قدام عيني يعني. خلينا نقول أنا أبوها وشاهد عيان يعني، وأنا اللي شلتها ونقلتها للمستشفى. وأثناء المستشفى يعني المرحومة ما طولت تقريب نص ساعة وفارقت الحياة. المناطق القريبة من ميدان الرمي الأمريكي على أطراف مطار بغداد تعيش منذ سنوات رعباً يومياً بسبب كثرة الرصاص الطائش الذي قتل وجرح الكثير، وكان آخرهم الطفلة زينب. هاي المخلفات ميدان الرمي مطار بغداد، هاي البنية هنا كانت تعيش زينب عصام تبلغ من العمر 15 عام. هاي بوذارتها، هاي تعيش 100 باقه الحين ب 3000 على مود تعيش اهلها وتعيش ويا ابوها. هذا نعالها تكرم، شوف هاي البادوره اللي تحش فيها، هاي هنا قاعده ضرباتها طلقه بصفحتها هنا، انا ما لحقنا بها المستشفى. هاي بادورتها كلها بسبب هذا المطار، بسبب ميدان الرمي. وهاي صار اكثر من حاله، اكثر من 14 حاله اصابه، وهاي ضحيتها ل 15 توفت. وهاي احنا هنا ما نقدر يبلش من الساعه ب 8 الصبح بال 6 ما ينتهي ل 12، لا نقدر نطلع لا نقدر نطب. مناشدات الأهالي المتكررة بإبعاد ميدان الرمي عن المناطق السكنية لم تلقى استجابة، فهذا الميدان ليس حكراً للقوات الأمريكية بل تتدرب فيه قوات حكومية أيضاً، ولذلك طالب الأهالي الحكومة بإغلاقه أكثر من مرة. احنا عندنا شكوى قبل شهر ونص قالوا من يصير الرمي طبوا لبيوتكم. زين هاي دولة احنا ما نقدر نشتكي على الدولة، احنا اللي صار والدتي قالت لهم يعني الا يوقع واحد من عندنا عود يلا سووا لنا حال، شلون هذا الحكي؟ راحت الدعوه ماتت لما صارت هاي الضحيه، صارت ضحيتها زينب اللي كانت تشتغل هي وابوها واخوها، وانا غريبه عنها عن الحادث اللي اخذتها من ابوها نقلتها للمستشفى، بس مع الاسف الطلق امريكي، طلق سام، طلق ماكو بين ما جبناها من الزرعات للبيت، هي كانت اخر لحظات لها. مشهد مقتل الطفلة زينب يجسد معاناة شعب يدفع كل يوم فاتورة احتلال لم ينتهي بعد، وما زالت تداعياته السلبية جاثمة على صدور العراقيين.